قلبك أوقات تمر عليه هموم أثقل من الجبال تهده، لا لتكتئب، لا بل لتقترب. تعلمك هذه الابتلاءات قضية أن السجود يقربك من الله سبحانه وتعالى. لذلك كلما زاحمتك هذه الهموم أسجد واقترب من الله سبحانه وتعالى وأبشر بالخير والله تزول. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. البشارة من الله، الله معك، إن الله مع الصابرين.